تعبر عن الموضوع لازم تبقى مجموعة صور. فهنبتدي مع بعض. في حد؟ أنا بس عايز كل الناس تقعد يا ريت. احنا النهاردة هنتكلم عن ازاي تقدر تعمل قصة مصورة بشكل جيد. نمرة 2 الالوان وتأثيرها على الحالة النفسية بتاعت الفيور او المتلقي. وفي عندنا ليه الناس بتحب الابيض والاسود. و بيرسونال تيبس، هتكلم عن حاجات شخصية يعني نصايح للمصور اللي هيشتغل في القصة المصورة. طبعا الصورة ديت بتاعت واحد يقول هو في ايه ده، كان في زنزبار الراجل دوت، وكان يعني ناقص كان هيتخانق مع واحدة بيبيع لها سمك. فشوف دلوقتي الموضوع ده. القصة المصورة لازم يبقى لها عناصر أساسية احنا لازم نحطها في دماغنا. يعني أول حاجة لازم يبقى فيه لوكيشن، لازم يبقى فيه مكان احنا هنشتغل فيه، لازم يبقى فيه كاركترز، الناس اللي احنا هنصورها مين هم، لازم يبقى فيه يعني ايفنت، حاجة بتحصل، لازم يبقى فيه مود للصورة، يعني مود للصورة أو مود للقصة. انت عايز القصة دي تعبر عن ايه؟ هل هي بتتناول الموضوع موضوع مأساوي، ولا موضوع مثلا مفرح، ولا موضوع عادي، ولا موضوع اجتماعي؟ حسب الموضوع اللي انت بتختاره بيبقى المود بتاعه مهم قوي. وعدد الصور اللي انت محتاجها في القصة دي، ودي بتبقى عادة يا اما بيبقى بالاتفاق مع الكاتب بتاع القصة، انه بيقول لك المصور انا عندي مساحة مثلا لعشر صور او 15 صورة او 5 صور 3-2، فهو بيقول لك، وبناء عليه انت بتشتغل على هذا الاساس. فعدد الصور ده انت بتحدده مع الجهة اللي بتعمل لك القصة المصورة. عادة بيبقى بالاتفاق ما بين المصور وما بين كاتب، وبيشتغلوا مع بعض في المشروع ده. علشان اعمل قصة لازم يبقى فيه بلان للشوتينج بتاعي وللستوري بتاعتي. البلان بتاعتي لازم اسأل نفسي شوية اسئلة الاول، اللي هو ايه القصة بتاعتي دي، عن ايه القصة دي اصلا. وبعد كده ممكن اقول ليه القصة دي اصلا انا هعملها. يعني اسأل نفسي شوية اسئلة. السؤال الاول اللي هو عن القصة هشتغل ايه اصلا، وبعد كده هي ايه الاوبجكتيف بتاعها، وبعد كده في بسأل سؤال بقول مين الكاركترز اللي هيمثلوا في القصة دي، او اللي انا هستخدمهم في القصة دي، الاشخاص، المكان اللي انا هشتغل فيه فين بالظبط، والوقت بتاع القصة دي هيبقى ايه، امتى. الاسئلة دي لازم يعني اسألها لنفسي قبل ما ابتدي في القصة. بعد كده في الجير اللي انا هستخدمه، الكاميرا اللي انا هستخدمها، المعدات اللي هتخدمني في القصة دي، وهاخد قد ايه كلوز ابس، هاخد قد ايه وايد شوتس، هاخد قد ايه المعدات بتاعتي. يعني مثلا لو انا رايح اعمل قصة لوايلد لايف مثلا، مش هروح اجيب عدسة مثلا 20 ملي اصور بيها، لازم اجيب عدسة طويلة مثلا. فالمعدات اللي انا بستخدمها لازم اكون دارسها كويس قبل ما ابتدي في القصة دي. وبعدين ادرس الافيلبل لايت، اللي هو النور اللي انا هشتغل فيه، هل يا ترى انا هحتاج اضاءة زيادة، ولا هشتغل بالافيلبل لايت اللي انا موجود عايش، يعني هصور هعمل القصة كلها فيه بدون ما هستخدم اضاءة خارجية. وطبعا احسن وقت للتصوير ده مهم جدا. يعني انا مثلا عايز اصور وقت الغروب، ولا وقت الشروق، ولا في عز النهار. في مصورين بتفضل تصور في اول النهار واخر النهار عشان تكون الشمس مش عمودية، فبالتالي ما يبقاش فيه شادوز على العيون، فبيحبوا يصوروا دايما في بداية النهار او اخر النهار عشان تبقى الشمس نازلة فتنور الاجسام بشكل اوضح. وفي ناس تانية بيحبوا يستخدموا الشادوز الكتيرة ديت، وعلى رأسهم طبعا المصور أليكس ويب
بيحب يصور الساعة 12 الظهر والساعة 1 والشادوز على الوشوش وما بيهموش، ما بتفرقش معاه. أليكس ويب ماجنوم فوتوغرافر. على فكرة كل الصور اللي هتتعرض هنا دي أنا اللي مصورها، يعني ما فيش صور أنا مستعين بيها من أي حد. كل الصور دي ما عدا سلايد واحد بس، لأن ما عنديش الصورة بتاعته فقررت إن أنا أجيبه من على الإنترنت. فكل الصور دي يعني تجربتي أنا الشخصية. Think like a writer، يعني أنت النهاردة هتعمل القصة بتاعتك، الراجل الكاتب بيعمل إيه؟ الكاتب بيعمل بداية وبيعمل بعض صور في نص القصة وهينهي القصة إزاي؟ فكر زي ما يعني قبل ما بتبتدي تعمل القصة بتاعتك زي الكاتب بالظبط، هتعمل فيها إيه القصة دي؟ صورة واحدة ده النظام اللي هو بنقول عليه نظام اللي هو الصحافة العادية البريس، اللي هو مش القصة المصورة اللي هي صورة واحدة في الجورنال. فأنت لو بتكتب مثلا جايب صورة ديت لواحد فقد رجله وخلاص على كده، الصورة دي على القصة دي اتعملت معايا بالصدفة، يعني أنا ما كنتش مرتب لها. أنا كنت بحب أصور الناس بتوع الهاند كرافتس اللي هما بتوع الفخار، فكنت بعيش معاهم فترات طويلة وبشتغل معاهم، ورحت عند الورشة بتاعت عم سعيد ده الراجل دوت وصورته، وبعديها بحوالي سنة رحت له تاني، وبعديها بسنتين رحت له تالت مرة وهكذا. وفي مرة رحت له قالوا لي عملوا له عملية بتر وشالوا رجليه وفقد عمله. فعملت القصة، رحت صورته في بيته، وبعد كده قلت لا لما احكي القصة بتاعته فازاي احكيها بالصورة. البداية أنا عم سعيد أهو بيملى الفرن بتاعه في المكان اللي بيحرق فيه الفخار، وزمايله بيشتغلوا في بيعملوا الفخار. هنا عم سعيد وهو بيعجن الطين برجليه، وده كان مصدر رزقه، يعني هو بياكل عيش من كده. بعد كده جات له القدم السكري وفقد رجليه، فبالتالي بقى مش قادر يقوم بعمله. بقت القصة هنا ليها معنى، ان انا كيف كان واصبح، يعني صورة واحدة لا تكفي للقصة المصورة، يعني لازم يبقى في سلسلة من الاحداث. نيجي بعد كده، خلينا بقى في حاجة تضحك شوية. سوري. في اسبانيا طبعا بيعملوا التيران وبيجروا ورا التيران والمصارعة بتاعتهم. فتور كان بيجري ورا واحد، احنا بقى انا شوف بقى، يعني انا لو جبت الصوره كده هو كده تور بيجري ورا واحد، لكن لما تتفرجوا عليها السيكونس بتاعها هنا بقى الـ 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 الفكره. هتلاقوا بيجري وراه، ونزل وراه، وبعد كده انقذوه. فالسيكونس دايما بيدي الشكل القصه بتبقى عامله ازاي. بعد كده في يعني حط الجولز بتاعتك قبل التصوير، يعني انت عاوز توصل لايه من القصه بتاعتك، القصه بتاعتك عايزه تقول ايه في الاخر، هو ده المهم. انت محتاج ديتيلز قد ايه، محتاج هتعمل صور فيها داينامكس، هتعمل حاجه فيها كرياتيفيتي مثلا معينه في الصور، هتعمل فيها كام بورتريتس انت محتاجها، هتحتاج كلوز ابس قد ايه، وايد شوتس قد ايه. لازم تعمل لنفسك بلان للقصه بتاعتك، لان القصه بتاعتك لما بتبقى بمود واحد بس بتبقى ممله، يعني لازم يبقى فيها تنوع، تنوع في المنظور وتنوع في الشكل. لازم البرسبكتيف يتغير، لازم يبقى عندك الانواع كتيره من الشوتس بتاعتك في القصه ان امكن، واذا لم يمكن خلاص يبقى انت عرفت انت عايز تعمل ايه، بس حط البلان دي في الاول وقبل ما تبتدي تشتغل. Understand your gear، ده مهم جدا، يعني انت كل كاميرا في الدنيا وكل عدسه في الدنيا ليها امكانيات محدده. انت ما تقدرش تقول انا 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 معايا كله، انا الكاميرا اللي معايا هتشتغل في كل الاجواء او في كل الظروف، لان كل كاميرا وليها ليميتس بتاعتها. ف
فانت النهارده لما تقول مثلا انا عايز انا معايا عندي فتحه عدسه مثلا 1.8، انا معايا عندي فتحه عدسه 2.5 مثلا 2.8، انا عندي عدسه 0.9، عندي يعني عندي ابارتشر محترم ولا عندي ايزو محترم في الكاميرا بتاعتي، بشتغل مثلا ايزو 3000 ايزو 5000 وما بيحصلش نويز، دي فيتشر كويسه في العادي عندي في العدسه في الكاميرا بتاعتي. هنا الديناميك رينج بتاعي انا يعني الديناميك رينج بتاعي شكله ايه، هل يا ترى اقدر ان انا اصور في اضاءات خافته واقدر اعمل بوشنج ليها والعب في الديناميك رينج ولا الكاميرا بتاعتي ليميتد. فلازم اعرف الجير بتاعي شكله ايه، لازم افهمه كويس قوي قبل ما ابتدي القصه بتاعتي. Scout your location in advance. ده طبعا مهم جدا ان انت لازم تروح المكان اللي هتعمل فيه القصة قبل ما تصور. يعني طبعا التصوير الفوتوغرافي مبني على الاكتشاف مش مبني على البلاننج، ولكن في القصة المصورة مفيش واحد بيقول انا حطيت الكاميرا في جيبي انا نازل بكرة اعمل قصة، مفيش، ما بتحصلش في العالم. واي مصور كبير في العالم عمل قصة ناجحة تأكد انه عارف المكان ده كويس جدا قبل ما يعمل التصوير فيه، يعني درس اللوكيشن بتاعه كويس قوي، عرف الإضاءة جاية منين ورايحة فين، عرف المحدودية بتاعته في كل حاجة في المكان اللي هيشتغل فيه، وبعد كده بيروح. يعني أول مرة بيروح المكان بيكتشف، تاني مرة بيبتدي يصور، أو ممكن يكون بيصور في منطقة هو عايش فيها فدارسها كويس جدا وعارفها كويس جدا، فعارف هيروح فين ويجي منين. Think about lighting. يعني ده شيء مهم جدا ان انت اعرف الضوء بتاعك رايح فين وجاي منين زي ما قلنا، فحط النور اللي انت هتصور فيه في الحسبان وادرسه كويس قوي لانه بيغير الصوره والقصه كومبليتلي. يعني لما بتعمل قصه مصوره انت بتاخد مجموعه صور، حاول تخلي من ضمن الصور دول فيها حاجه فيها كرييتيف شويه. ليه؟ لان ممكن تكون الصوره اللي انت هتاخدها دي مفتاح لمثلا لقصه، او هياخدها الكاتب افتتاحيه القصه، او هتحكي القصه بتاعتك بشكل مختلف مش اللي انت حاطه في دماغك. يعني فحاول دايما تاخد صور فيها نوع من الفن بعد ما تخلص شغلك. يعني انا خلصت شغلي خلاص صوري كلها عباره عن صور تسجيليه، بسجل الموضوع بس كده، لا اخد لي كمان صورتين او ثلاثه فيهم شيء من الابداع عشان يقدر الراجل الرايتر ممكن يفتتح بيهم القصه. انا هنا في القصه مثلا بتاعه السيرك انا اشتغلت بمنتهى الاريحيه، فكنت قاعد في الكواليس ولقيت ناتالي بتفتح الستاره، وكان الستاره نصها شارلي شابلن، فهي بتفتح الستاره وبتخرج من فانا خدت الصوره ما كانتش شارب، يعني هي مش شارب، هي هيزي شويه، لكن الناشونال جيوغرافيك خدوها افتتاحيه للقصه بتاعتهم، قالوا هي دي القصه، هي دي الصوره اللي ناخدها في الافتتاحيه رغم انها مش شارب. فالفكره ان لازم الواحد يعني يفكر في حته كرييتيف شويه عشان ممكن يفتح بيها قصه، مش مجرد انها مجرد صور تسجيليه وبخلص الموضوع بس. الالوان ليها تاثير نفسي كبير، يعني اللون الاخضر اللي مثلا اللي في الصوره دي بيدي هدوء، لانك انت واخد على ان الزراعات والزرع عموما بيهدي النفوس. اللون الازرق بيدي احساس بالخوف وبيدي احساس بالبروده. اللون الاورنج والبرتقاني والاحمر وكده بيدي احساس بالحراره بالدفء والبنيات والكلام ده كله. فكل لون وله الطابع بتاعه، والالوان عموما احنا بنستخدم يعني تحت مثلا بيقول لك البلو مثلا دوت عشان الدبريشن والفير، الجرين مثلا بيدي سموثينج، يعني في كذا حاجه احنا بنشوفها بنحسها من الالوان بطريقه بالسب كونشس بتاعنا، مش بال يعني مش يعني احنا في حاجات مغروزه فينا احنا. يعني احنا لما نشوف مثلا اللون الاسود بنحس فيه مثلا بالخوف والرهبه والكابه، لانه مربوط عندنا بالموت، مربوط عندنا بالحاجات اللي هي الابيض، احنا بالنسبه لنا ده لون مفرح جدا. لكن مثلا لما تيجي الابيض في كوريا معناه ايه؟ معناه الموت.
فانت لو بتشتغل قصه عشان تحط صوره ترمز باللون الابيض على انه لون تشيرفول، لا هو لون بالنسبه يرمز للموت في كوريا، وبالنسبه لنا احنا لون للفرح وكده. فانت لازم تدرس الحاله النفسيه اللي في اللي في اللي في النفس بتاعه المتلقي بتاعك او الفيور بتاعك لما بيشوف الصوره بتاعتك، وانت هتنشرها فين وعند مين. يعني لانك ممكن تعبر عن شيء لا يعني ما يتحملوش الشخص اللي هيتقبله بالطريقه اللي انت عايز توصله بيها، ياخد يعني ناحيه عكسيه، زي بالظبط حته اللون الابيض في كوريا. الوايت بالانس ده شيء مهم جدا في الكاميرا، ولكن احنا بنستخدمه في الالوان علشان لينا بعد تاني هنتكلمنا عنه وهنتكلم عنه. العين عاده بتشوف المنظر ده، لكن لما باجي بصور بالكاميرا الكاميرا بتشوف المنظر ده. يعني الراجل ده الجزء نصه كان الشمس جاي عليه وقت الغروب، والنص التاني في الظل، فالنص اللي في الظل بقى لونه ازرق، النص اللي فوق بقى لونه اصفر. لما صلحنا العين بتاعتك بتعمل كومبنسيشن وبتظبط اوتوماتيك، ربنا جعلها كده انها تصحح الالوان. فانت النهارده لو انت داخل في نيون انت بتلاقي النيون بعينيك انت شايفه ابيض، لكن لما بتظبط بتصور بالكاميرا بيبقى لونه اخضر، الجو العام بيبقى لونه اخضر. فكذلك في الطيارة العين بتشوف المنظر ده لانها عندها القدره على ضبط الالوان بالعين، لكن الكاميرا ما عندهاش الحته دي. فبالتالي انت لازم تخلي بالك من الوايت بالانس نمره واحد. نمره اتنين، انت لازم يبقى عندك حته بقى كرييتيف في الوايت بالانس في القصه المصوره. ليه؟ انا النهارده صورت الولد ده كده والكاميرا جابته لي كده، بس هو كده الالوان بتاعته الطبيعيه. انا عاوز الناس لما تتفرج على الصوره تحس بالخوف، تحس بالبروده، تحس بان الولد ده بيقاسي من معاناه معينه، فممكن اديله كاست ازرق عشان اخليه يدي الاحساس بالبروده، يدي الاحساس بانه قاعد في وسط ميه بالمنظر دوت وكده. فبالتالي اقدر ان انا بالوايت بالانس ان انا العب في الوايت بالانس بحيث ان انا اخليه كرييتيف احسن من الكوركتيف، عشان اداني الاحساس اللي انا عايزه. يعني هو عادة المفروض يبقى كده، لكن انا اديله الكاست عشان يديله كده، يرجع كده عشان يديني الاحساس اللي انا عايزه، احساس البرودة، احساس الخوف، الفير. اوكي، الكالر فاليو. الكالر فاليو ده مهم جدا. انت النهاردة عندك درجة حرارة اللون وقيمة اللون. طبعا اللون زي ما احنا بنقول لون ازرق احمر اصفر، زي اي لون، زي اي حاجه. الكالر فاليو هو نصوع الضوء لما بينزل الضوء على اللون، شده نصوع الانعكاس اللي هيحصل من اللون على العين، هو دوت اللي بنقول عليه الكالر فاليو. فانا هنا بقول لك ان لما الضوء يبقى شديد بيدي لون، ولما الضوء يبقى قليل بيدي لون مختلف في نفس الشاشه. لما الضوء بيبقى موحد بيدي نفس اللون، لما الضوء هنا بيبقى الاول كبير بيدي لون، ولما بتخش في الفاليو بتاعه بيقل بيبقى قليل بيبقى اللون اغمق. ده ازاي انت تقدر تلعب بالكالر فاليو دوت في ان انت تشوف مثلا اللون الابيض في الضلمه بيبقى لونه رمادي وممكن يبقى لونه اسود، في حين ان هو في الحقيقه لون ابيض. فهنا في حته خداعه اللي هي ايه؟ اللي هي اقدر العب ازاي بالكالر فاليو بحيث ان اجسم الالوان بتاعتي. يعني اخلي الصوره مجسمه، مش مجرد ان ضوء ساقط على لون فيعكس الضوء فاعرف ان اللون ده احمر او ازرق او كده. لا، ده ممكن ان انا بالكالر فاليو اخلي وش الكلاون الابيض ده بقى اسود. اسود. ولون الاصفر ده بقى شويه داخل على الاورنج وبعد كده اسود. اللون البينك ده كده وشويه داخل بعد كده اسود. فالكالر فاليو هنا مهم جدا، انك لازم تدرس الكالر فاليو ده في شغلك انت كمصور عشان تدي الدفء في الصوره، تدي عمق في الصوره. اوكي،
environmental portraits. ده طبعا موضوع مهم جدا. انت النهارده لما تعمل قصه ما بتعملش ما بتصورش واحد وراه حته يعني فاضيه كده، ده بيبقى شيء ضعيف جدا. يعني اضعف حاجه تعملها في القصه المصوره انك تصور بورتريه واحد بس كده. لكن عشان البورتريه ده يبقى له معنى لازم تربطه بالبيئه المحيطه بيه، علشان ده جزء من القصه هيضاف للبورتريه ده، انه بيحكي القصه بتاعه الراجل ده، بيوري لك اللايف ستايل بتاعه شكله عامل ازاي. فاي قصه مصوره ما صورش ابدا بورتريه لوحده، لازم اصوره مرتبط بالبيئه المحيطه بيه. برضه ده بيورينا اللايف ستايل بتاعنا، الولد عايش ازاي، شكله عامل ازاي، والبيئه المحيطه بيه ايه. مثلا الست دي ست كانت في أجرة في الهند. انا كنت بعمل موضوع عنهم، عن الفلاحين دول. فهي مع حفيدها وراها الدنيا فاضيه خالص، ما ينفعش، ده مش انفايرومنتال بورتريت. لكن لما خدها هنا وراها الجاموسه بتاعتها دي ابتدت تعرف ان دي فلاحه. لما خدتها هنا وابتدى الجاموس يبص لي كمان ويعمل بوزنج، ده اثبت طبعا ان هي فلاحه بالثلث. يعني نيجي بعد كده، اهم حاجه ان انت لما تعمل انفايرمنتال بورتري لازم تقعد مع الشخص اللي انت هتصوره مده شويه، تتكلم معاه، لان بيبقى في الاول فيه هرمون الادرينالين ده بيبقى عالي شويه وبيبقى خايف منك. بعد شويه يبتدي يهدى، بعد شويه هيبتدي هو يقول لك خدني من الحته دي وصورني من المنطقه دي، تعال بينا تحت المظله دي هتلاقي الصور احلى، تعال بينا في الحته دي هتلاقي الشغل افضل. هو ذات نفسه اللي هيوجهك، فهتلاقي الشغل بقى اسهل واحسن واجمل. دي اول حاجه. انت معايا يا ياسر؟ هاي. شوف اللوكيشن بتاعنا. على فكره بعد ما نخلص في مسابقه من شركه نيكون، هسالكم اسئله اللي هيجاوب عليها هياخد جايزه. شركه نيكون عاملاها في المحاضره دي، فخلوا بالكم اصحوا معايا عشان الاسئله. نقي اللوكيشن بتاعك اللي انت هتصور فيه الانفايرمنتال بورتريت ده. لازم تشوف المكان الحلو اللي يعبر عن البورتريت دوت وعن المنطقه اللي هو البيئه اللي هو عايش فيها عشان يخدم القصه بتاعتك. خليه ازاي هيبص لك؟ هل هيبص لك مباشر ولا هيبص لك بالجنب؟ ولا هيبص لك كده ولا هيبص لك كده؟ فكر ازاي تقدر تاخد الشخص دوت بشكل تعبر بيه عن القصه بتاعته، وفي نفس الوقت تشوف اللي يقدر يعمل لك بوزنج ازاي. طبعا الكاميرا بتاعتك لازم تكون انت مختار صح العدسه بتاعتك، والابارشر ده شيء مهم جدا، عايز يبقى الباك جراوند شارب باين الوضوح فيه، ولا الباك جراوند يبقى يعني اوت اوف فوكس، ولا الباك جراوند يبقى يعني كله مرتبط بالباك جراوند، والعدسات بتاعتك تبقى شكلها ايه. نيجي بقى للناس اللي هم عايشين دي، هناخد كده كام قصه اوريكم الدنيا بتمشي ازاي، وهنخش بعد كده في موضوع ونركب كام قصه بحيث ان احنا ايه ما نملش، عشان ما يبقاش معلومات تبقى هنضرب. ف مثلا المنطقه دي منطقه الناس اللي هم الصيادين بتوع منطقه زنزبار دي، ناس دخلت عليهم مثلا كده واقفين كلهم وبيشتغلوا والدنيا، لازم يطلع منهم حاجه. انا كده المنظر ده منظر وايت انجل كده، ما فيش فيه حاجه مميزه. طيب قربنا بعد كده من الشط، فالناس دلوقتي بقت ايه؟ بقت بتجيب السمك، مراكب بتجيب السمك من البحر، بتقف في وسط الميه، الناس واقفه بالجرادل بتعبي السمك في الجرادل، وبياخدوه من على المركب يبيعوه على الشط، وشويه جزء بيروح حلقه السمك. يعني الدنيا مترتبه عندهم ومتظبطه. ادي الجرادل اللي بيلموا فيها السمك، عشان اوضحها برضو في القصه ان دي الجرادل بتاعتهم. ده شكل مركب صغير رايح يجيب من المركب الكبير، وده واحد بيجيب بنفسه على رجليه بيعوم في لحد لما توصل له المايه لحد امكانياته ويجيب السمك. بيوريك الحاله بتاعتهم وشكلهم ماشي ازاي.
طبعا في الـ في الـ في, الـ في القصه دي لازم تخلي بالك كويس قوي 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 من التكوين، ان مثلا الراس بتاعت الراجل دوت وجسمه لازم ما يبقاش فيه اي اوفر لابنج في الباك جراوند عشان ما يعملش يعني ديستراكتنج للعين. فكنت لازم تصور مثلا في مستويات واطيه شويه عشان تعرف تجيب المنظر ده. ده الراجل بتاعنا اللي كان بيتخانق مع الست ده، انا تتبعته لمده حوالي بتاع نص ساعه اشوف بيعمل ايه. فلقيته بيروح يجيب السمك من البحر ويطلع، وطبعا عينيه على الفلوس، وبعدين هي خنصرت منه قرشين، فقام راح بيقول لها هو في ايه، وهياخدها يعني هيضربها يعني. فتتبعت معاه الموقف لحد لما خد الفلوس بتاعته. فهي القصه ان هو هنا هو جاي من الميه، هنا لما راح، وهنا لما باع لها السمك اللي هو، وطبعا ده بساريه يعني مش سمك يعني، ده شايل حوت وماشي يعني، ده بيبيع سمك قرش. كل واحد بقى بيعرض البضاعه بتاعته في الاول، وده شغلته مثلا ينظف. بس انا لما جيت من الزاويه دي حسيت ان في زحمه كبيره قوي ورا الراجل ده من ناحيه دي، فقلت لا لازم ناخدها من زاويه تانية. فرحت له الناحيه الثانيه، فخدت ورا البحر وخدته وهو بيقطع السمك، وخدت لايرز يعني فور جراوند ميد باك جراوند يعني لايرز. ده واحد بينظف السمك، واحدة قرفت من السوق كله ورجعة. انت لازم تاخد المودز كلها اللي موجودة في الـ في الـ في السوق، يعني ناس بتشتري، ناس بتنظف، كل حاجة لازم تاخد من جميع النواحي، الزوايا كلها. ناس بتبيع اخطبوط يصطادوه ويموتوه وبعد كده يبيعوه، ناس بتصلح المراكب ريست تايم خلاص بعد الصيد بقى الظهرية، كله قاعد نايم على المراكب ما بيعملش حاجة، بعد كده السمك يروح حلقة السمك، بعد كده الناس تخش الزحمة. طبعا بيبيعوا السمك في جرايد زي عندنا، في الجورنان يحط السمك زي ما عندنا احنا مثلا من 50 سنة كانوا بيعملوا كده، معرفش دلوقتي خلاص دلوقتي بقى ورق لحمة يعني. ده مثلا واحد بيعد فلوسه والتاني عينه على فلوس زميله يعني برضو الحلقة بتاعت السمك. والسيدات طبعا بتوع زنزبار وبينزلين يعملوا التسوق بتاعهم. واحد راجل غلبان رايح بقى في نهاية النهار يجيب سمك، وبعد كده الولاد بقى بيروحوا يلعبوا بقى في المية آخر النهار. مثلا المصارعة الهندي مثلا كمثال لقصة عندنا، البداية بتاعتها الراجل بيجي الصبح يرش مية في النادي بتاعه، في الأستاذ نام معانا ده القصة دي بتاعته يعني اندلي يو يس اندلي في دلهي القديمة. القصة دي هو أصل زميلنا جاي من الهند، فكنت كان قال لي وريني القصص اللي معمولة في بلدي، فلما جت القصه نام. هاتوا السرعه الاولانيه عشان نصور. دي الانديا ريسلينج. ده اقدم نادي في 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 الهند، في المصارعه الهندي، وانا صورت ده عشان في المنتخب الوطني بتاع الهند بيتدرب في 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 المكان ده. فبيجي الاول الراجل ده الصبح الساعه 6 يرش ميه، بعد كده بيجوا الشباب يمسكوا الفاس في الملعب اللي هو بتاع الرمل ده، وتبتدي بالفاس يهيش كده التربة عشان تبقى عامل زي السفنج، بعد كده بيمسكها في ايده. دي صورة ماكرو، ببتدي بقى نقرب بقى عشان ما اوريكم انا ازاي القصة بنمشي في مراحلها. بيوريك بايده ان قد ايه ده بيبقى مفرولة التربة، بعد كده بيجوا يزحفوها عشان يبتدوا يلعبوا عليها، بعد كده يبتدوا يسخنوا على الحبل، يتسلقوا الحبل عشان كله يسخن قبل ما يلعب، بعد كده يبتدوا يتمرنوا والباقي يتفرج عليهم والمدرب هو واقف، وبعد كده بعد ما يخلصوا يبتدوا يتناقشوا في انت بتشتغل فين، انا مثلا انا شغال في الحته الفلانيه، طب يعني الحاجات بقى الاجتماعيه بتاعتهم، على بال لما يوضبوا لهم الاكل لان لازم ياكلوا كل يوم الصبح. بيجيبوا الناتس ويطحنوها اللي هو الفستق واللوز والحاجات دي والبندق بيطحنوه عشان ده طبعا اللي بيديهم طاقه، وبعد كده ياخدوا دش
ويخلصوا يبقى دي القصه انتهت. يعني ده اليوم بتاعهم يبتدي الساعه 7 الصبح يخلص. الصينيين بينزلوا في الشارع يرقصوا، يلعبوا رياضه، يلعبوا شطرنج، يلعبوا كوتشينه، مفيش حد بيقعد في البيت، كل الناس في الشارع. الويك اند عندهم ان كل الناس لازم تعمل حاجه في الشارع، محدش بيقعد كده يعني اللي هو قاعد في البيت يتفرج على التلفزيون. فطبعا دي يعني لفتت انتباهي ان طب ما اعمل قصه عن الصينيين في الويك اند بيعملوا ايه. ده موضوع جميل جدا. فابتديت امشي في كل بلد اروحها، اجي في الويك اند او منزل الشارع بقى اصور لنفسي بعيد عن الاساينمنت بتاعي. يعني في نص الاسبوع انا بصور اللي هو الحاجات الاقليات العرقيه دي، ويوم السبت والحد انا نازل اصور للشغل بتاعي انا بقى، اللي هو اللي انا حاسس ان هو من غير اساينمنت ومن غير اي ريستريكشنز ومن غير اي حاجه، زي ما اشتغلت كده في الـ في الـ في, في السيرك لمده سنه بدون اي حاجه، وبعد كده القصه طلعت كويسه واتخذت بعد كده للناشونال جيوغرافيك واتنشرت. فقلت اعمل دي من نفسي ليا انا بدون اي ضغوط عليا. فلقيت ان الويك اند عندهم بيلعبوا مثلا هنا الريشه، بيخرجوا يروحوا مثلا الصينيين كله بيروح مثلا بينزل يتفسح في المدينه المحرمه بتاعتهم دي، بيرقصوا في الشارع عاملين فرقه ويرقصوا مع بعض مجموعه. اي حد من يعني دول الجيران مع بعض نازلين. طبعا انا لفت نظر الولد الصغير لانه بيكسر الباترن، ففي التكوين ملفت للنظر يعني. كله طالع على كل الاعمار بيلعبوا يوجا، بيرقصوا، بيلعبوا ريشه. يعني طبعا دي ملاعب في البلد متوفره، ساحات مفتوحه، ما فيش نوادي. يعني في اي حته تنزل تلاقي تحت البيت ملعب تنس، ملعب ريشه، مكان تعمل فيه جمباز، اي حاجه يعني. او مثلا كل ده في الشارع، كل ده في اي جنينه. فكله بيمارس اي رياضه هو عايزها او بيرقصوا مع بعض. في الشارع برضه مجموعات كده، مزيكا، واحد مشغل مزيكا، اللي عايز يرقص فالس يروح، اللي عاوز يرقص تانجو يروح، اللي عاوز يرقص مش عارف ايه، هنا مزيكا ايه سالسا نرقص سالسا، هنا مزيكا ايه تانجو نروح نرقص تانجو. يعني هي كده الصين كلها كده يعني، مش بكين مثلا ولا شنغهاي، لا كلها كده في الويك اند. كله راكب عجل وكله ماشي، وعاملين الجرايد عشان يحافظوا على البيئه. طبعا الجرايد يحطوها في البانلز دي، والناس تقعد تقرا الجرايد على الحيطه بدل ما يشتروها ورقيه في البيت. طبعا الشباب والتليفون دول، طبعا الشطرنج بقى بتاعهم الصيني، وده خدته الجلاله قوي، وقاعد بيفكر وبيطبطب على بطنه وعمال يطلع في افكار يعني هيغلب ازاي زميله. يعني الشطرنج بتاعهم الصيني ده باخد طبعا كذا صوره على اساس ان لو اتنشرت قصه ممكن الرايتر ياخد واحده منهم. انا مش بوريكوا دوت كل ده المفروض يتنشر، لا، هو ممكن الرايتر يقول انا عاوز واحده من هنا، واحده من هنا، 3-4 صور بس، 5-10 زي ما يحب، بس انا لازم اديله فرايتي، ولازم اديله صور اغلبيتها يعني انا جايبها لكم الصور كده، لكن في الحقيقه هي زوم اوت شويه عشان اديله فرصه انه يعرف يعمل كروبينج، يعرف يقطع في مجله. ولما احب مثلا اصور كفر دايما باخد الصور يعني فيرتيكال واخدها زوم اوت عشان تبقى تدي فرصه انه يكتب التايتل بتاع المجله فوق او حاجه زي كده. يعني تصوير المجلات مختلف شويه عن التصوير الفني بتاعنا، عن يعني مش كده، بيبقى دايما في شويه زوم اوت عشان تعرف تدي براح للديزاينر. كوتشينه مثلا، ده قرر يلعب بالرمل مثلا، في واحد بيصور احفاده ولاده، سيلفي مكسر الدنيا في العالم كله مثلا، مجموعه من الاصحاب. المسرح دول بقى طبعا منطقه جانزو، الحته اللي فوق اللي هم المطاعم اللي في الشارع بقى، اللي هي بياكلوا كل حاجه، يعني كل حاجه انت تتخيلها في حياتك موجوده هنا في المطاعم دي يعني. وكل واحد في الشارع بياكل بالليل بقى طبعا، ده الممشى. شوف حاجات غريبه بقى تحت،
يعني كل حاجة بقى. ما فيش مخلوق على وجه الأرض ما بيأكلوهوش. حاجة روعة. ده بقى ده بالليل خلاص بقى. حاجات بقى إيه جميلة. يعني وبعدين بعد كده لو تروح مطعم نظيف يتخدروا بعد ما ياكلوا خلاص يعني كله يخش بغيبوبة يعني ده بقى يعني اللي هو بقى اكلوا خلاص اليوم انتهى يعني. فدي يعني زي ما تقولوا ايه قصة بسيطة عن الحياة في الويك اند في الصين. يعني بيعملوا ايه الناس في الويك اند. مثلا سانت كاترين دي قصة مثلا كان المطلوب منها ال نعم تصوير رهبان بس كان المطلوب منها ايه المود بتاعها. المود بتاعها انها تبقى زي هاري بوتر. المود بتاعها تبقى حاجة كده يعني حاجة جميلة كده تخوف او ما تحس بالرهبة فيها يعني هو ده المطلوب. فبنبتدي القصة بال 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 بالمنظر من بعيد اللي هو الـ 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 اللون الالوان وبعد كده نخش بقى في الحاجات اللي ايه تخليك متشوق. الله هو في ايه جوه انا نفسي اتفرج انا عايز اجي. كان القصد منها القصة دي ان احنا نجيب ناس يروحوا يتفرجوا على 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 الحياة جوه شكلها ايه. فابتديت الصورة مثلا دي بتاخد 4 الصبح 4 الفجر الصلاة. طبعا انا عايز اقول ان 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 ديميانوس ده المطران ده خدمني خدمة العمر. يعني الراجل دوت سمح لي ان انا اخش اصور الصلاة ما كانش حد صورها قبل كده خالص ممنوع. بس هو الراجل يعني بصراحة كان يعني معايا قال لي هتصحى الساعة 3:30 الفجر وتيجي تقعد معايا هنصلي بالساعة 4 تبقى موجود معايا. وفعلا دخلت وصورت وطلعت صور اتنشرت في الناشونال جيوغرافيك. كان بالنسبة لهم حدث ان تحصل صور بالمنظر دوت في الوقت ده. ده برضو الساعة 4 الفجر. هنا بقى ابتدت النور يظهر بقى الصبح. هنا بيولعوا الشمع طبعا كانت. وهنا خلاص الصلاة وطالعين بقى. طبعا ممنوع التصوير اصلا في الحتة دي. دي اوضة الجماجم. كل راهب من ساعة ما انتشأ الدير بعد هو في 7 قبور. فكل واحد بيموت بينقوا اقدم قبر ويطلعوا العظم بتاعه والجمجمة ويشيلوها في حتة ويدفنوا مكانه واحد جديد. لان هو في 7 اماكن بس. ودي الوثيقة المحمدية اللي هي بتوصي بالاقباط في مصر. يعني الوصية المحمدية طبعا صورتها عشان تتنشر في الناشنال جيوغرافيك. وده طبعا المطران ديميانوس. فكان بيقعد يكتب وانا كنت بصوره. فقلت له انت بتكتب ايه؟ قال انا بكتب ان اشرف طلعت بيصورني دلوقتي وانا دلوقتي قاعد قصاده. يعني كان لطيفة. وده طبعا الشيخ رمضان الجبالي هو الحارس بتاع دير سانت كاترين. ده عيلة الجبالي هي عيلة المسؤولة عن حراسة الدير من حوالي 300 سنة. وطبعا ختمت القصة بالصورة ديت اللي هي الجمل والمنطقة اللي حواليه والدير. الألوان ليها طبعا مميزات كبيرة جدا في القصة المصورة بتاعتنا. أول حاجة إن هي بتعمل هايلايتنج على حاجات معينة في الصور وبتشد العين وفيها دايناميك رينج طبعا عشان تقدر إن أنت تطلع بصور ليها معبرة وألوان وكده. ده بالنسبة للألوان. طيب في ناس تانية بتشتغل أبيض وأسود. طب الأبيض وأسود يعني في ناس مستخدماه كنوع من الفن مش كنوع من ان هو بس مجرد بيديك معلومه. لا هو الابيض واسود فن لان الالوان هي الحقيقه. اما الابيض واسود فهو ابداع وفن. ففي ناس بتحب تشتغل صحافه ابيض واسود او قصه مصوره ابيض واسود زي مثلا مجله لايف. كانت مجله لايف 90% من الصور اللي جوه ابيض واسود رغم ان كانت الالوان منتشره في العالم كله. كانت الناشونال جيوغرافيك الوان ولايف ماجازين ابيض واسود. والمبدعين في هنا والمبدعين هنا. ده بطريقته وده بطريقته. طب ليه الناس بتشتغل ابيض واسود
ما اشتغلناش كلنا الوان. ليه؟ تلاقي ان الابيض واسود مثلا بيديك دبث اكتر من الالوان. يعني لو قارنت الالوان بالابيض واسود تلاقي ان الابيض واسود فيه دبث اكتر، فيه عمق اكتر. الالوان شدت عينك الالوان وشتتتها شويه، لكن الابيض واسود محدد لك القصه. قدرت تشوف الكلاون ده في الابيض واسود احسن ما تشوفه في الالوان، رغم ان دي ملونه وده ابيض واسود، بس اداك ده تاثير تاني خالص، بتديك كلينر لوك. ليه؟ لما بتيجي تصور الوان ممكن تطلع لك حته زي دي، الصابونه مثلا او السفنجه دي عملت لك على طول شدت عينك، حاجه مش نظيفه في الارض، ورقه ملونه. هتلاقي هنا مثلا اللون الاحمر ده، هتلاقي الراجل اللي لابس بامبا ده ظهر شد عينك، هنا مش واضح لان هو مش في مركز الانتباه بتاعك. الابيض واسود شلك الحاجات اللي ممكن تشد عينك وتخلي عينك تتشد عن الموضوع الاساسي اللي انت عايز توصله، لكن الابيض واسود ادالك الموضوع، واحد شغال واحد قصاده، وده ادالك في الباك جراوند. لكن هنا ده خطف عينك بلونه، هنا دي خطفت عينك بلونها. فالابيض واسود بيبقى كلينر، يعني انضف من الـ من الـ من الالوان. بيديك احساس طبعا بيديك احساس اكتر بالدراما في الابيض واسود. بتركز على الكومبوزيشن اكتر. يعني في الابيض واسود انت بتبقى مهتم قوي بتكوين الصوره عن الالوان. الالوان بتشيل الصوره. يعني انت لو انت مش شاطر قوي هتبص تلاقي اللون الاحمر مع اللون الاصفر شال الصوره، لكن الابيض واسود مش هيشيل الصوره. اذا ما كنتش انت ظابط الكومبوزيشن بتاعك مظبوط الصوره مش هتطلع حلوه. احسن يعني اهم شيء في الابيض واسود هو الكونتراست، لانه مبني على الكونتراست ما بين الابيض والاسود. فمثلا الابيض وراء اسود عشان يحددوا، الابيض الغامق مع الفاتح، كل حاجه مبنيه على الكونتراست ما بين الالوان ما بين الابيض والاسود. هنا بقى دي نقطه مهمه قوي كان زمان موجوده ودلوقتي بنقدر نستخدمها للناس الحريفه بقى بتوع الابيض واسود، بيقولوا يعني حريفه. كان زمان لما نحب نصور حاجه تبقى فيها كونتراست عالي جدا ما بين الابيض والاسود، فنجيب فيلم ايزو 50، ايزو كنا بنقول 100 ازا 50 ازا اللي هو يبقى الايزو منخفض، فيطلع الابيض والاسود بتاعه كونتراست قوي، ابيض ابيض واسود اسود، والميد تونز بتاعته قليله قوي، مثلا ما بين الابيض والاسود 7. عايز ايموشنز، زود الايموشنز وحاجات كده تاكدها طبعا بالنسبه للابيض والاسود اكتر بتبان من الالوان. السكين تون الوشوش، تعبير بتاع الجلد، دايما لما تلاقي مثلا واحد بيصور حد اسمر او حد لونه غامق شويه مع الابيض والاسود بتحصل لمعه. اللمعه دي من جمال التصوير دوت، الالوان مش هتبان. هو طبعا يعني انا بصور يعني الوان، لكن التشالنج كله طبعا في الابيض والاسود حقيقي. بيرسونال تيبس بقى، ابتدي بقى في الحاجات بقى الشخصيه بقى اللي انا جربتها ونبتدي بيها بقى. اول حاجه خلي بالك بقى في تكوين الصور بتاعتك، اول حاجه بيبص لها اي ناشر او اي رايتر او اي حاجه ان الصور تبقى من الناحيه الهندسيه موزونه. يعني لازم يبقى فيه بالانس في الصوره وانت بتصور اي صورة. تاني حاجة لازم يبقى فيه دوميننس، لازم يبقى فيه سيادة. سيادة يعني ايه؟ يعني لازم يبقى فيه عنصر سائد في الصورة. ما ينفعش النفس البشرية لا تتحمل الصراع بين قوتين. يعني انت النهاردة لو بتشوف ماتش كورة، فرقة بتلعب قصاد فرقة، لو طلع الماتش درون
انت بتبقى متضايق، انت عاوز واحد يجيب جون ويخلص. تشوف ماتش ملاكمه يفضلوا يضربوا في بعض طول ال 15 جوله ويخلص الماتش وهم درون وما فيش واحد وقع في الارض، تبقى متضايق. انت عاوز واحد يضرب الواحد نيك اوت ويجيبه الارض خلاص، عشان النفس البشريه لا تتحمل الصراع بين قوتين. فبالتالي في الصوره الفوتوغرافيه شرحه، لازم الصوره الفوتوغرافيه يبقى فيها عنصر سائد وعناصر متنحيه، لازم يبقى فيه سياده في الصوره. يعني ده مثلا واخد السياده ودول عناصر متنحيه بتخدم عليه، دي واخده السياده ودي عناصر حواليها بتحكي لك القصه بتخدم عليها، لازم يبقى فيه دوميننس، لازم ده اساسي. ولو حسيت ان الصوره لو اتنين اصحاب واقفين جنب بعضهم والاتنين واقفين كده تبقى صوره ممله جدا، لكن لو ثلاثة مع بعضهم، واحد تحت وواحد فوق وواحد قاعد وواحد الصوره بقى فيها حاجه، في واحد واخد السياده وفي حاجات متنحيه، الصوره تعجبك تحس ان تتفرج عليها. لكن لما يبقوا قوتين في نفس القوه دي بتثير النفس، ما تقدرش تستحملها وما تعجبش بيها. الداينامكس لازم يبقى الصوره بتاعتك حاول تضيف فيها شيء من الداينامكس، ما تخليش الموضوع ستاتيك. كل ما هو ستاتيك ده بيبقى ممل جدا. يعني صور واحد واقف، واحد بيعمل كده، واحد كل ده ممل جدا. الداينامكس في الصوره او الحركه دايما، انك تحط حاجه بتتحرك في الصوره، ده بيشد العين وبالتالي بينعكس على القصه بتاعتك. انا هنا مثلا كنت كان في شغلانه كوميرشال، كان في فيلم اسمه كازانوفا في ايطاليا، فكان المطلوب مني اصور الشطات بتاعته، فكنت بصور فيلم كازانوفا. فانا جايبه كمثال ان انا ما بخرجش ورا الموضوع، يعني مش انا مثلا بصور فيلم كازانوفا الشطات بتاعت الفيلم او مصور المخرج او مصور لا، انا بصور مطلوب مني اصور حاجه معينه فبعملها القصه بتاعتي عشان يبقى فيها وحده، الوحده في القصه. السمبليسيتي، كل ما كانت القصه سهله، الصور سهله وبسيطه في تكوينها، كل ما وصلت اسرع. كل ما كانت القصه انت مش فاهم هو الراجل المصور ولا الرايتر ده عاوز ايه، يبقى القصه دي فاشله. يعني لازم انت توصل المعلومه بتاعتك بالبساطه في التكوين، في تكوين الصوره. لايرز، كل ما هتضيف لايرز في الصوره، يعني واحد في الفور جراوند وميد وباك جراوند، فور جراوند ميد باك جراوند، كل ما تعمل لايرز في الصوره كل ما اديت عمق للمشاهد ان هو يتفرج ويشوف البعد، شوف الموضوع اعمق واعمق. هنا وانا بصور المصارعه، شوف انا فين، get closer to your subject. هو روبرت كابا قال ايه؟ قال your photographs aren't good enough because you were not close enough. لازم تبقى close to your subject، لازم كل ما هتقرب كل ما صورك هتبقى احسن. وبعدين انت مش بتقرب بكاميرتك بس، انت بتستخدم عدسه وايد انجل مثلا، فبتضطر غصب عنك فيزيكالي بتقرب، وقبل ما بتقرب فيزيكالي لازم يحسوا بيك الناس، فتقرب بروحك، تقرب بمشاعرك، فعارفين ان انت واحد منهم، فدخلت في وسطهم، فلما تقرب منهم هتطلع صور احسن بكتير جدا بانك تشتغل من بعيد بزوم وخايف وتكتب. لا 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 لا، مفيش الكلام ده في القصه، مفيش الكلام ده خالص. اللي يقول لك انا بصور من بعيد وكنت منبطح على الارض وبخطف، الكلام ده كله كلام فارغ. انت عاوز تصور، بتصور بعد سوايد انجل، بتقرب كلوزر، جيت كلوزر، مسافه قد ايه؟ ما انا بيني وبينه متر متر، عشان تطلع الصوره مجسمه وتدي ابهار، شاربنس، قوه، ديتيلز، كل دوت لازم تبقى كلوزر تو يور سبجكت. ده السلايد اللي مش عندي، اللي انا جبته من الانترنت، اللي هو لازم تشيل اقل معدات ممكنه، علشان انت هتضطر ان انت طبعا تروح وتلف وتيجي وتمشي، مفيش واحد هيشيل وراه شنطه، اللي شايل وراه شنطه وكل شويه يطلع في عدسه ويفك في عدسه ويطلع في عدسه، فعمره ما هيصور حاجه. يعني كل ما انت العده بتاعتك كانت قليله وكانت صغيره، كل ما انت هيبقى عندك حريه اكتر في الحركه وشغل اسرع واسهل. البرايم لينسز بقى، دي هنا في حته بقى، حته مهمه قوي. الله يرحمه عبد الفتاح رياض، اللي هو عبد الفتاح رياض استاذنا، قال ايه؟
قال الزوم عند اللزوم. يعني ما تستخدمش زوم غير لما يكون فعلا انت مش قادر تصور غير بزوم. يعني انت في مظاهره، انت بتصور حياه بريه، مش هتروح تصور لي بعدسه 20 ملي اسد، يعني هياكلك، فلازم يعني يبقى معاك حاجه يعني. فالزوم عند اللزوم، فده اللزوم انك غصب عنك لازم تشتغل بعدسات او زومات. لكن مثلا لو انت معاك عدسه مثلا 28 ملي او 35 ملي، انت هدا انت ذات نفسك غصب عنك هتطور على زوايا جديده تبتكرها علشان التنويع في شغلك يبقى واضح، فبالتالي هتدي لك يعني هتفكر اوت اوف ذا بوكس عشان تطلع صوره حلوه. يعني هنا مثلا ده انا كنت مثلا واقف عند قوس الناصر ده في باريس، ولقيت الراجل ده جاي، راجل محترم قوي وشيك قوي، راجل يعني جزمه متلمعه وبدله وهلمت وبتاع ورايح شغله على عجله حلوه قوي فالراجل ده لازم يتاخد. انا شايفه جاي من قوس الناصر دوت في الشانزليزيه ده وماشي، ده يتاخد ازاي الراجل ده؟ فقوم رحت نازل في الارض وخدته اول لما جه، قوم رحت واخد الصوره علشان خاطر يطلع راسه ما فيش فيها اي اوفرلابنج، ويطلع التكوين ما فيش اي ديستراكتنج بينه وبين اللي وراه، والدنيا نط نظيفه وراه ويطلع كده. الزاويه دي بعد الساعه 28 ملي. لكن لو انا كان معايا زوم انا كنت عملت، كنت خدته، كنت ممكن اعزل الخلفيه وراه. بس طبعا انت لما يكون معاك عدسه برايم وعدسه وايت، انت تلاقي نفسك بتبتكر زوايا جديده، بتشتغل بشكل جديد. التصوير الفوتوغرافي طبعا هو عباره عن براكتس واكسبيرينس. يعني ما ينفعش ان انت قاعد في البيت وهتبقى مصور ناجح او فنان او بتطلع حاجه، لا، زي ما بيقولوا براكتس ميكس بيرفكت. لازم تتدرب ولازم تمسك الكاميرا وتصور وتجرب وتحاول علشان تبقى تطلع صور احسن، وكل ما انت هتجرب اكتر كل ما هتبقى افضل في التصوير. علشان تعمل بورتري كويس لازم تقعد مع الشخص اللي انت بتصوره وتفهمه انت عاوز ايه. يعني مثلا الصوره دي كان ليها قصه معايا. عم محمود ده كان راجل، ده حارس، وانا كنت عايز اصوره فصورته، بس حس ان الصوره ضعيفه جدا، فقلت له يا عم محمود ما تيجي كده نقعد في الاوضه جوه. فقال لي فين في الاوضه؟ قلت له جوه في الاوضه، في كده ضوء جاي من الشباك. قال لي بس الشباك مكسر، الشيش مكسر. قلت له ما هو ده اللي انا عايزه. فدخلنا عند الشيش المكسر، فابتدى النور يضرب هنا وابتدى النور يضرب هنا وابتدى النور يضرب هنا، وبقيه الحتت اللي فيها خشب ابتدت فابتدت تعمل الشادوز، فابتدت اصور، ابتدت تطلع صور احلى، فابتدت تبص لي نظرات يعني غريبه، لحد لما بص النظره دي خدت الصوره. يعني لازم تفهمه انت عاوز ايه وتقعد معاه. انت مش سناب شوت، مش هتاخد الكاميرا وتنزل تصور، لا، انت لازم تقعد، انت بتعمل قصه تختلف تماما عن انك بتصور حدث. بريك باريرز، يعني ده بقى كانت مهمه قوي الحته دي في كالكاتا. اللي يضحك هنا كان هنا في الهند، هو من كالكاتا على فكره، من البلد دي، زميلنا جاي لنا ضيف من مصر، يعني في مصر. كالكاتا عندها حساسيه شويه من الريكشه اللي بيجرها بني ادم قاعد وراه بني ادم، لان ما بيدوش تصاريح خلاص عشان حقوق الانسان وعشان ان بني ادم يجر بني ادم، دي شيء مش مظبوطه يعني. فكان المطلوب مني ان انا اعمل قصه عن الريكشا في الحته دي. فنزلت السوق، فمسكت الكاميرا، فلقيت الناس كلها ابتدت تبص لي، يعني ايه انت، يعني ايه اللي ماسك الكاميرا جاي تصورنا، يعني ليه، يعني عشان ايه؟ فالراجل دوت لقيته، فقلت له انت تاخدني في وسط البلد لفه بكام؟ فقال لي ب 500 روبيه. ال 100 دولار 6000 روبيه. فهو كان ساعتها، فهو قال لي 500 روبيه، فطبعا ده كان رقم كبير شويه. فقلت له طب ايه رايك لو انت ركبت ورايا وانا اللي هسوق بيك
في وسط البلد وهدي لك 5000 روبيه يعني حوالي 90 دولار. فطبعا هو فرح جدا، هو مش عارف انا عايز اعمل ايه، فاخدته ورايا على الريكشه ولفيت بيه في وسط البلد. فطبعا كل بتوع الريكشه السواقين هي هي الراجل المجنون دوت اللي بياخد الراجل على ظهره وبتاع، هو يقول لهم انا واخد 5000 روبيه، 5000 روبيه يعني طبعا بالنسبه لهم انا اهبل. فبعد ما لفينا وخلصنا وبتاع قلت لهم انا عايز بقى اصوركم. قالوا طبعا تعالى صورنا. فخلاص بقى اتفتح لي الباب، كسرت الحواجز، ما عادش في بقى حته اللي هي ايه ده راجل غريب عنا، ده راجل، ده راجل خد الريكشه وهو اللي ساق الريكشه ولف بيها البلد. يعني انا كنت بلعب رياضه كويس يعني ساعتها بصراحه، يعني فخدته ولفيت بيه لفه كانت حلوه، انا هد نفسي بس كانت كان ليها معنى يعني. بعديها بقى نزلت اصور بقى الناس كلها بتوع الريكشه، وبقوا الجرس اللي بيمسكه في ايده عشان يدي جرس وهو بيجري علشان ما حدش يوسعوا له السكه، وهم قاعدين في الريست بتاعهم. خلاص حتى الناس اللي راكبين بقى، شوف الراجل حجمه قد ايه مثلا وبتاع، بقى ما حدش بيبص لي بقى، خلاص عارفين ان انا واحد منهم. ابتديت اعمل القصه، والقصه دي كانت ناجحه جدا عن الريكشه، وهم قاعدين كل الناس بتوع الريكشه بتوع كالكاتا. فهنا انك تكسر الحواجز شيء مهم جدا في المصور. اوكي. حاول تضيف يبقى في ايموشنز في القصه بتاعتك، يعني كل ما القصه بتاعتك فيها ايموشنز يعني فيها حاجه فرح او فيها حزن او فيها شيء يعبر عن اي حاجه فيها ايموشنز، دي بتزود من القصه وتخليها اغنى واغنى. The ideal situation work with no restrictions. ده اهم حاجه. انت عايز تطلع قصه حلوه، احسن قصه تطلعها في حياتك وانت مش شغال تحت ضغط assignment. لان الassignments بيقول لك انا عايز 10 صور تعمل لي كذا وتعمل لي كذا، انت هتلاقي نفسك بتصور زي الاله. لكن لو انت بتصور بحريه تامه هتطلع صور اللي انت عاوزها وهتعمل قصه خرافيه. وعشان كده دايما اقول للشباب اللي مثلا اللي هم اللي في التصوير داخلين جداد او كده، يعني keep your day job، ما عشان ما يبقاش عندك ضغط مادي انك تغلص عايز تشتغل عشان تاكل عيش من ورا الصوره. يعني ما يبقى عندك شغلانه ويبقى دي شغلانه جانبيه هتبدع فيها. لكن لو فضلت دايما هي بس مجرد شغلانتك هي دي، هتلاقي نفسك بتقبل شغلانات عايز تعملها وعايز تخلص الاساينمنت ده عشان تقبض فلوس، وعايز تخلص عشان الاساينمنت ده عشان تقبض فلوس، هيقتل عندك حته الكرياتيفيتي وهيقتل عندك حته الابداع. حاول لو انت تقدر تتغلب على ديت بان ليك دي جوب اعملها، وخلي التصوير تشتغل فيه برضه وكل حاجه بس باريحيه براحه، تطلع ايديال يعني سيتويشنز زي ما بنقول كده من غير اي ريستريكشنز، من غير اي حاجه، من غير اي بريشر. ابنورمال كونديشنز، كل ما انت حطيت نفسك في ظروف صعبه هتطلع صور مستحيله وجميله. لو واحد قال لك ده النهارده الشمس طالعه حلوه قوي والدنيا صافيه ويلا بينا ننزل صور، قول له روح صور انت لوحدك، انا ما بنزلش، مش هطلع حاجه. كل ما كانت الصور في ظروف غير طبيعيه هتطلع صور غير طبيعيه. هنا الصور دي في المونسون بتاع كمبوديا، ظروف غير طبيعيه، سيول نازله، السماء بتنزل قطط وكلاب، يعني مفيش، والناس بتموت وحاجه وسيول والميه وتوصل لحد هنا، هتطلع صور جميله. يعني اللي نجح ستيف ماكاري كتاب المونسون بتاعه اللي عمله في الهند والمنطقه بتاعت الجنوب الشرقي اسيا. فانت اي حد يقول لك يلا ده الجو جميل ولطيف يلا بينا ننزل ناخد لنا لقطتين، قول له انزل انت لوحدك لان الصور هتطلع عاديه، اي حد هينزل مكانك هياخدها. انما لما تنزل في ظروف غير تقليديه هتطلع صور غير تقليديه. لما تصور سليبرتيز انت كده ضمنت ان انت هتبيع. يعني كل ما انت شغال على يعني اللي بيصور الفنانين والفنانات والناس المشهوره ده بيبقى مصور مشهور،
وبيقبض فلوس كويسة قوي وسهل جدا يعرض شغله ويتباع ويبقى زي الفل. لكن كل ما انت بتصور حاجات ملهاش دعوة بالحاجات دي تلاقي دايما رئيس تحرير مثلا، مش رئيس تحرير مثلا، مدير التصوير مثلا في اي مجلة يقول لك ايه، انا هروح اصور فلان وعلان وبتاع، وانت بقى روح صور المواضيع اللي انت عارف ان هو صورته هتاخد الكفر دايما. فدايما السليبرتيز دايما شغلهم بيتباع بسهولة. انا مثلا كنت مزنوق مرة، الله يرحمه كان نور الشريف، كان صديق عزيز، فكنت مزنوق مرة عايز اعمل كفر، فهعمل ايه، لازم اروح لحد مشهور. فروحت لنور الشريف قلت له عايز اصورك، فقال لي اوكي تعال. حطيت خلفيه سودا وراه، ورحت عامل له توب لايتنج فوق، وخدت له كشاف وقلت له انا عايزك تعمل لي بوزنج. فابتدى يعمل البوزز دي نور الشريف. ورحت رايح للمجله قلت لهم خلاص انا معايا دلوقتي صوره الكفر. قالوا لي صوره الكفر ايه؟ قلت لهم اهي، رحت انشرها. فخلاص انت صور حي اي سليبرتيز حتى هتنشر صورته بمنتهى السهوله، سهله جدا. فلو عايز تاكل عيش امشي ورا الناس المشهورة يعني. انا بدي كل تيبس على فكرة، كل دي بيرسونال تيبس يعني. طبعا سليبرتيز دول طبعا يعني انا شخصيا ما انا بحب دايما الناس اللي هم بتوع الهاند كرافتس وكده، لان دول ما عايزين العالم يبقى اجمل، بالنسبة لي احسن من ان انا اصور سليبرتيز يعني. خلي بالك من الديتيلز وانت بتعمل اي قصة، لان ممكن تكون الديتيلز ديت في القصة المصورة بتاعتك ليها معنى كبير قوي انت مش واخد بالك منه. يعني انا مثلا هنا ده كان احتفال مثلا في اسبانيا وكده، بس كلهم بيلبسوا حاجة رمز للمنطقة ورمز ديني بيلبسوه. فانت حاول ان انت تضيف تبص بعينك على الديتيلز ديت اللي حواليك دي كلها، لان دي ممكن تعني حاجات كتير قوي في القصة وانت مش واخد بالك منها. behind the scene، انت وانت بتصور اي قصة خلي بالك من نقطة معينة، ان بيحصل احداث وراك ما بتكونش واخد بالك منها، ممكن تضيف لك للقصة بتاعتك حاجة كبيرة قوي انت مش واخد بالك. يعني بتلاقي ناس مثلا ممكن بيعملوا احتفال، بيعملوا حاجة، لكن وراك انت ممكن تلاقي حدث بيحدث. انا مثلا كنت هنا كان عبارة عن احتفال، عبارة عن بيحتفلوا بطرد العرب من أسبانيا، فبيصوروهم إن هم يعني إزاي بقى بيضربوهم، هم بيقعوا في المية، وطبعا قلعة ربع ساقة الصاوي ديت طردت العرب خلاص بقى، إن هم عاملينها كده يعني كمنظر يعني. فعاملين ناس يلبسوا عرب وناس يلبسوا أسبان، كان فاني جدا يعني. فهنا مثلا دول البنات الاسبان وبتاع بالميك اب بقى بتاعهم والشياكه بتاعتهم، وواحده حاطه بقى الميك اب بتاعها وطالعه بقى الحوريه بتاعتهم وكده، والعرب بقى جايب لك بقى وهو بيقع جايبين واحد بقى لابس احمر وهزيل، والاسباني بقى عضلات وبتاع، وهو ده اللي بيطرد بقى من الاندلس وبتاع يعني قصه كده. ودي بقى واقفه ورا بقى ورايا بقى بيهايند ذا سين بتقول لها يعني هم اجمل مننا في ايه يعني؟ هم خدوهم دول يعني، هم دول الاسبان واحنا العرب يعني، احنا اوحش منهم مثلا. فكان الموضوع شاق جدا ان انا قاعد بسمع ورايا قاعده واحده بتتكلم وبتقول لها يعني شايفه هي احلى مني في ايه دي عشان تخليها هي اسبانيه وانا عربيه، وهم الاثنين اسبان. بس الفكره ان انت تبص وراك بيهايند ذا سين ايه اللي بيحصل، ممكن تلاقي موقف كوميدي جدا وانت مش واخد بالك. فدي البنت الصوره اللي كانت تعمل ده، دي اللي انا يعني اللي كانوا بيتكلموا عليها. Wait for the right moment. ده أهم حاجة في القصة بتاعتك، إنك يبقى عندك صبر. استنى اللحظة المناسبة عشان تاخد الصورة بتاعتك. أنا هنا مثلا كنت قاعد ورا البنت دي لأن هنا الريشة بيلعبوها بالكعب. هما بيلعبوها بكعبهم، فهي هتيجي ريشة منهم بعيدة. فأكيد طبعا هتعمل بوزيشن تاني غريب. فلقيتها وهي بتلعب الريشه بالكعب، قام راحت كانها ترقص باليه. فانا مستني اللحظه اللي هتحصل، اللحظه المناسبه اللي هتحصل.
هنا كنت بصور جورج الكلاون وهو بيحط الميك اب بتاع الثلاثينات. عاده الميك اب بتاع بيحط كره حمراء كده وكله بيبقى في الشكل كده جديد، لكن ده الميك اب ده بتاع سنه 1930، فكان 35 في الرينج ده. فهو كان بيحط الميك اب وانا قاعد بصوره، والكلب ده بيبص له مركز معاه. انا مش عايز الكلب يبص له، انا عايز الكلب يبص لي انا او يبص ناحيتي، عايز البوزنج يبقى ليا انا. ففضلت صورت الصوره ديت. بعد كده جورج ابتدى يبص على المرايه وابتدى الكلب يبص الناحيه دي، وبعدين هوب واحد خبط على الباب فالكلب بص على الباب، فخدت الصوره دي. فدي انجح كادر بالنسبه لي، يعني ده اول واحد، ده الثاني، ده الثالث. انك تستنى اللحظه المناسبه هتيجي، يعني خليك صبور وانت بتعمل قصتك لان انت مش مستعجل. هنا دي مثلا كنت كان عندي كان الموضوع بتاعها ان الصينيين عموما يعني بيحبوا باريس جدا، وبيحبوا بيتفائلوا بان هم يصوروا صور العروسين عند برج ايفل. فبيجيبوا مصور او اتنين مصورين من الصين، بيطلع لهم تذكره الطياره ويطلعوا بيهم 12 ساعه ولا 13 ساعه، ويروحوا عند البرج ويتصوروا كده. فانا صورت قبل كده مجموعه من الصينيين وعرضتها للبيع يعني، فاترفض ان احنا نصور العريس والعروسه. هم عايزين صوره واحده بس يبين فيها المصور الصيني انه بيشتغل في التصوير الزفاف. فكان الموضوع تشالنجينج جدا يعني. وبعدين فقالوا لي انت قدامك 3 ايام هتروح باريس هتصور دوت، واحنا عايزين الصوره ديت بس. قلت له خلاص اوكي ماشي. فوصلت باريس الساعه كام؟ الساعه كان حوالي الساعه 6 الصبح. فطبعا رحت الفندق فقالوا لي لا، التشيك ان هيبقى الساعه 12، فانت ايه يعني ما قدامكش اقعد ايه 6 ساعات في الشارع. فخدت بعضي ورحت رايح ايه عند البرج. فلقيت العروسين دول بيجهزوا نفسهم، وابتدى الاثنين مصورين الصينيين دول يحطوا يعملوا البوزنج ويصوروهم، وابتدوا بقى يحطوا العروسه بقى والعرش بقى بتاع برج ايفل بتاع. وابتدى بقى ايه هنا بقى ابتدى يجي لي بقى الاحساس ان في حاجه هتحصل. المحلات قافله والشطر نازل، والولاد اللي هم الصينيين دول بيجهزوا نفسهم للتصوير، وابتدى ياخدوا بوزيشنز، وابتدى الشادو يجي على الحيطه. قلت بس هنا هتيجي الصوره. ففضلت مستني لحد لما خدت الصوره دي، العريس والعروسه واللي هو الولد الصيني بيصورهم، وخدت دي وخلصت الاساينمنت بتاعي قبل ما اعمل تشيك ان في الفندق وخلصت. كان الساعه حوالي 8 الصبح، وقعدت 3 ايام بقى بتفسح ما عملتش حاجه. يعني ده رزق. وده كانت اخر حاجه لينا النهارده.